سد بخير هنيا، وعليكم السلام ورحمة لاباس الله. عليك؟ الله يبارك إذا مزيان. الحمد لله. كي جاوك هاد الأحداث الهيتشكوكية اللي عشناها مع الله هاد الأبطال؟ الله، دابا يلا توصلت بواحد المعلومات قيمة، يعني بحثتوا في هذه المسألة، لأن صراحة يعجبنيش ما نفهمش يعني، ولكن في الأخير الحمد لله وصلت لواحد القناعة اللي هي مزيانة، وبغيت نشاركها مع الإخوة ان ونشاركها مع شاء الله الجميع. يعني هادشي اللي غادي نبغيو نشاركو مع جميع المتابعين ديال القناه ديالنا فري فايت عربيه، دائما ما تنبخلوش عليهم بكل ما هو جديد. فكنتمنى ان شاء الله يكون هذا الفيديو يعني يوضح بزاف ديال الامور، وغادي تكلمنا كذلك اكيد نعم، يعني على شنو هو زعما المصير ديال هذا النزال، واش غيتعاود، شنو زعما شنو هما نعم، الحوايج اللي يقدروا نعم، يكونوا، وفي حالة ما الا تضبط مثلا شي بطل في هاد الجوج انه مثلا هو اللي يعني كان متداخل في هاد المشاكل اللي وقعوا، شنو هما زعما العقوبات اللي نعم، ممكن يكونوا. تفضل استاذ. نعم. أولاً غادي نبدأ غنتكلموا على أركاديوس جوسيك كما ينادونه المغاربة، هذا اللاعب اللي الآن أصبح شهيرا ولات عنده واحد الشهرة، غاتولي واحد عنده واحد الشهرة الشهر. كبيرة، وتنحييه صراحة، يعني خصم يعني نيد صراحة. يعني حتى المستوى ديالو ظهر انه نعم، طور المستوى ديالو في هذا النزال الثاني بكل واخا صراحة. هكاك، ولكن كان منهزم، غما نساوش انه عنده واحد الحظ اللي صراحة كما كيسميو الحظ الايرلندي او الايريش هارد، ولكن كيصمد كيتلقى الضربات، يعني كيصمد كيتحمل. المهم كيف ما عرفنا ان اركادوس او كما ينادونه، هو كان كيلعب كرة القدم يعني في بولندا، وملي في المباراة الاولى ما كانش داك الحضور ديال الجماهير ديالو، يعني يس، مني تغلب على بدر هاري الهوليغانز، وهزم. ذوك نعم، المتعصبين. احنا جايين كيفاش غادي نشرحوا الاحداث كيفاش وقعت. مرحبا. مني هو انتصر على بدر هاري، يعني كيف ما كنعرفوا بولندا يعني بلد شغوف بكرة القدم، وعندهم جماهير وعندهم كذلك الهوليغانز راه معروفين، بحال اللي شفنا ولكن أستاذ الاحداث اللي حتى طرات في الرباط. واخا غنقاطع، نعم داك الشيء بغيت نقول، حتى الجماهير نعم المغربيه شغوفه كره القدم، نعم نعم ولكن حنا عاوتاني بحال قلتي كره القدم كتبقى كره القدم، والكيك نعم نعم بوكسينغ ده هو المشكل اللي وقع اليوم. نعم احنا الان غادي نضبطوا الامور، غنوضعوا النقاط على الحروف، يعني بحال اللي وقع في الرباط، ولكن احنا المغاربه كنعرفوا فين كان يعني ويرتو كل اتش، حاجه يعني بلاصتها. نعم، يعني في واحد الارينا ما يمكنش لينا نديرو هكاك، لان ماشي هذاك، ولكن كرة القدم عندها واحد الجو الخاص بها. هادو دابا جاو من بعد ان اركاديوس انتصر على بدراري بالضربة القاضية، جاو هاد الجماهير الغفيرة وجاو يساندوا اللاعب ديالهم، ولكن بالطريقة هذا جمهور ما عندوش ديال لي احترام. زيلترا ما ما عندوش عندوش، ما عندوش ما عمرو تفرج هو في كيك بوكسين، ما عمرو تعرف شنو كورة، كرة يعني القدم. كان علينا بالضبط. نجيبو حتى حنا الجرين بويز ولا ايجلز ولا نجيبوا البلاك شي ارمي، البرا ولا نجيبوا ولا هما بلاك ارمي الوينيرز، ولا ولا نجيبوا نخلطوهم. المهم مني جاو هادو، ما نقولوش هو جابو، ولكن جاو فهمتي، لان تا هما راه في اوروبا، راه طريق وحده، ما عندهم كل شيء، عادي خلق واحد أوروبا النوع ديال شنو، الشرقية واحد البلبله، واحد متعصبين، أوروبا نعم الشرقية نعم نعم عكس نعم وخصوصا البولنديين، انا عاشرتهم، البولنديين فيهم واحد الحقد دافين على اوروبا الغربيه، من هذا الشيء، عندهم هذه العقده من الحرب العالميه الثانيه. من الحرب العالمية والمشاكل نعم اللي وقعوا فيها. نعم ايوه، المغاربه تا هما ما ساهلينش، المغاربه ما ساهلينش، وما تنساش ان المغاربه هذيك راه بلجيكا، راه راه جاليه راه مغربيه، جالية كثيرة تما، بلجيكا والجو هولندا، كذلك راه الناس من هولندا، والناس وقيله من فرنسا، كاين جزائريين كذلك، كاينين نعم توانسة، كاين بزاف ديال العرب تما نعم اللي كانوا في هذه الأمسية. كاين ايه واحد صديق نعم جزائري، تواصل معايا دابا، قال لي بأنه كان وعاود لي شي حوايج
يعني صراحة كانوا بعض الجزائريين اللي أكيد أنهم غادي يكونوا تضامنوا مع المغاربة. اكيد كل شيء غيتضامن مع بعض العالم. انا داكشي كاين. كنظن اي واحد مسلم، اي واحد افريقي غادي يتضامن مع بعض العالم، يعني حتى الاجانب الاخرين غادي يتضامن. دابا الان السمعه ديال لان شكون اللي بدا، كما صرحت به غلوري، اللي بدا المشكل هما بولندي. البولنديين. المغاربيه كيديروا شي حوايج كريزي، وكانوا داروها في ذاك المباراه الاولى اللي الأولى شفناها ديال بين ريكو المغرب اوريكو، ولكن ماشي حتى لديك ماشي سال ديك الدرجه. الطريقة. ان هذا وقع واحد التهديد للامن، تهديد للناس العبرية، وقعوا مشاكل. كانوا نساء، كانوا دراري صغار، كانوا نعم، الزجاجات بقاو كيتشيروا بالكراسي، يعني شكلوا واحد الخطر. يعني شنو غلوري شنو قالوا؟ قالوا لي دواعي امنيه، يعني تدخل فيها الامن، دخلت فيها الدوله، يعني المملكه دي بلجيكا الشرطه دخلت، قالوا لي دواعي امنيه، خاصنا نوقفوا هذا النزال. يعني فقدوا السيطره كليا، ما يمكنش لأن تحكم داك الشيء فيه. كان غادي يتسرب، كان غيخرج حتى للخارج نعم، غادي تصابوا الناس، غادي الأرينا. يوقع. يعني كتشوف اعمال الشغب اللي كتوقع في اوروبا، ان اوروبا راه كتعرف راه كاين الحريه، راه كيحرقوه، راه كيدقدقوه، راه ما كاينش. أي حاجة تقدر توقع. ولهذا تم يعني غلوري صراحه خرجت وقالت بانها كتعتذر على هذا العمل لا اخلاقي لا رياضي، وغادي يشوفوا المسؤولين على هذا العمل اللي ادى بمعنى للمغرب غادي يكون للقرار. واحد البحث، نعم، حتى ضروري من التحقيق، ضروري غادي يكون واحد التحقيق. ضروري من التحقيق، واعتذروا للاعبين اللي ما لعبوش. يعني وكذلك حتى دوك الناس اللي خلصوا، حيت شفت انا بزاف ديال التعاليق تيقولوا لهم ردوا لنا الاموال ديالنا، فدوك الناس هما كذلك من المتضررين. دوك غادي يوصلوا، ملي تضرر غادي يوصلوا تعويض، فهمتي؟ داكشي لان داكشي قانون، داكشي تعويض، فهمتي؟ داكشي غادي يعني الى شي واحد تضرر ولا شي حاجه راه غادي يعوضوا، ان هذيك شركه كبيره وعندها المال. ما نتكلموا على النزال، النزال هذا رد على الناس اللي كتقول ان بادرها رساله ولا كذا ولا داك الكلام الخاوي. كنتمنى الناس ترفع شوية من الصوت، شي شوية كيبان بحال الصوت شوية ناقص. عفوا، الناس اللي كتقول ان بادرها رساله ولا كذا ولا خاصو يعتزل، احنا شفنا المباراه وحللناها يعني بحذافيرها. يعني بدر هاري كان منتصر في المباراة، يعني الجولة الأولى كانت في يديه، الجولة الثانية كذلك، ولكن تعرض لديك الناك داون، إسقاط. الحمد لله هي بيت ذا كاونت، يعني هذه ميزة أنه ناض، كان غادي يكمل، وكانت باقا جولة. وما نساوش هذا الهيفي ويت، يعني هذيك الجولة كان يقدر ينزلو بالقضية، أو كان يمشي معاه حتى السكورينغ، وكان هو متفوق في السكورينج. يعني غيكون 2 راوندز فيرسس 1، فيرسيس وان، يعني غيكون جوج ديال واحد الجولات جوج جولة ضد لواحد. وحدة. كانوا غادي يقدروا يعطيو مثلا فورث راوند، يقدروا يديروها، لان هذاك بادرا يقدروا يديروا تعادل. يقدروا يديروا درو، يعني ما تعرفش شنو كاين. ولكن فروشيك عنده ديك الناك داون، ديك الميزة ديال الناك داون، غتكون هرسات شوية شي تكون شوية من حطات ديك. شوية. نعم، لان هذيك النقطه وديك الساعات كيجي تقدر لها تعطيه شويه 8 ضغط. ل 10 في ذاك الروند. نعم، هذيك كتعطي، هذاك هو التنقيط ديالها. النوك داون ديما تي صافي، الروند كيتسمى ديالك. بحال الروند ديالك، صافي ملي كيكون نوك داون. وغلوري كيعتمدوا على النوك داون بزاف، ولكن ما ننساوش ان اركاديوس كان في حاله دفاع، كان في حاله تراجع، يعني ما كانش كي مبادرة ما ديما كانش كانت كتكون مبادرة. نعم، يعني كان هو كيرد، كان كيدير الانسر اتاك، كان كيخدم الانسر اتاك أسرع. في اللحظه فين اتاك هو، هذيك في لحظه ان بادر هاري كان مستعد انه ينقض عليه، هو اتاك بهذيك سيزرز ني، يعني جامب ني سويتش ني، يعني صاب استغلها، وبان لي انا صاب تما الروح. عاوتاني، حتى يعني بحال قلتي بدر هاري ما خداش عبره من ذاك الخطا اللي دار في الاول، لانه تيمشي نعم خاوي نعم تيمشي. نعم نعم هنا تكمنوا، هنا تكمنوا نقطة الضعف اللي غادي نقول، ما نقولش بدر هاري، نقول المدرب. المدرب المدرب كان عليه بالفعل انه يوضع هذه المساله. احنا ما تنتقص منه، ولكن كنظن ان المدرب تبادر هاري كان عليه يلعب التكنيك ديال اوتسايد فايتينغ، يبقى بعيد، وعنده الركلات مزيانين، عنده الضربات المستقيمه مزيانه. او شاني بادر هاري كان بغى ينهي النزال بقضيه، يعني واضح الامر، فهمت؟
يعني كان كيدخل وكيضرب بالهوكس بزاف كيضرب تسرع كلشي يعني. واخا كان حاضر ولكن كان باغي وين يصدق عادي فهمتي يعني كان كيخدم كلوسر كيخدم بزاف داخل 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 وهذا على العموم بدر هاري بن أفضل يعني أفضل بن افضل أفضل أفضل نعم أفضل من ذي قبل الناس اللي ولكن انا كتشوفها كيبان لي في النزال الاول كان حسن على ما النزال الأول هنقول لك علاش لأن انا كان النزال الضغط الأول كان الأول مستريسي الخصم ديالو نعم الخصم دخل ديالو مستريسي ما دخل كانش خايف الخصم ديالو الخصم ديالو كان غير موجود صح يعني كان يعني كان ما كانش في بالو مرفوع كان المباراة كان خايف بزاف كان خايف خايف ومتردد من ولا الاسم ديال بدر هذا نعم ولكن في هذه المباراة كان بنى مني تغلب عليه بنى واحد الثقة بالنفس زائد حتى المشجعين اللي دخلوا دابا معاه زادوا موتيفاه وزادوا على زاد الثقة في راسه ومع ذلك راه يعني قدم مباراة مزيانة ما نقدر من حتى هو ما نظلموش قدم مباراة مزيانة وصراحة عنده ديك السلاسة يعني كيفاش تا نقز وضرب ديك جامبين ني اللي قليل كنشوفوه في الهيفي ويت حتى في اللايت هيفي وايت وقليلة مبقى الهيفي وايت كنا كنشوفو اللي كان كيديرها بزاف ريمي بونجاسكي بون كان كيديرها جونسكي تايرون سبونغ كان كيديرها هادو هما بزاف في الهيفي وايت الهيفي ريمي ويت فاش كان في وهذا الهيفي وايت اوكاديوس ترى حتى هو دارها سبحان الله وعطات الاكل مستقاتلو ديالها عطات الاكل ديالها كان تدرب صراحه حتى هو ما نظلموش يعني تدرب تحسن خدم صراحه المشكله هي ان النزال ما كملش ان شوف النزال يحسم الا بعد نهايته ما عرفناش شنو كان غيوقع نعم هذا رد الناس اللي كتقلل الاحترام على الابطال ان النزال ما كملش وشنو دابا غيوقع انا كنظن غادي يكون واحد الريماتش غادي يكون واحد المباراه من بعد اللي غتكون فاصله هذه ضروري منها يعني هذا سواء الميزان ما النهائي يتحسبش ما نقدوش نقوله الله اعلم لان مازال ما عرفنا شنو وقع نعم لان علاش نزال ما فيه لا خاسر لا رابح نزال لم ينتهي ولكن مثلا الى تبتو ان مثلا اركاديوس كان بحال كتي كان منسق لا مع لا دوك الناس ولا شي حاجه بحال هكا ديسكواليفيكيشن كتوقع في داخل الحلبة ماشي برا تقدر يتعرض العقوبات تقدر يتعرض العقوبات غرامات او كذا او الى اخره ولكن في الحال نتيجة المباراة ما لم كتغيرش تتأثر بأي شيء لأن نتيجة المباراة ما لم سالتش تكتمل المباراة لكي لم تكتمل تفرز عن من هو الخاسر يعني ومن هو دابا الفائز جلوري هي لازالت جلوري هذه القضية واخا هي كرهها وشفنا الغضب ديال الأطر ديال جلوري وصعودهم للحلبة ومحاولة تهدئة الجماهير وكذا وإلى آخره وتهدي دابا شويه نقولوا واخا جلوري صرحات بان هذا العمل دنيء وكذا ولكن مزيانه تاع جلوري كيصب في الصالح ديالها نعم من الفانس كل شيء على الفانس الناس دابا كنت غتولي عطيتي تشوف واحد المثل زوين ب نعم تايسون مايك النزال ديال تايسون تايسون هذا كان وقع حتى هو نفس الشيء ولكن مايك تايسون شنو وقع تشعب غرامه الأذن ماليه ديال نعم غرامه ماليه كبيره وتم سحب الرخصه ديال البوكسين لايسن منه يعني ما كان عمره غادي يبقى يلعب ومشى المحاكم وكذا الى اخره عاد ولا يقدر يلعب هو المهم نتمنى ونكون وضحنا بعض الامور هذا ما كان هادشي لحد الان هادشي هو اللي كاين ومازال ما شنو تصدر حتى اللي شي كاين قرار من المنظمه ان شاء الله فاش غيكون شي قرار غادي نوصلوا للجماهير ديالنا المهم راه متبعين وصافي وكيفاش كيبان لك مثلا المستقبل ديال سعيد البدوي مع بدر هاري انا بالنسبه لي مع كل احترام ما كاينش خبره ديال الهيفي ويت خاص الهيفي كيف ما كنشوفو غيكو في غوبن كيجي كيتدرب في امريكا في بلاصه في الجنه ديال الهيفي ويت يعني كيتدرب في امريكا كيتدرب مع الهيفي ويت كيتدرب نفس هاد حتى لي كوتش يعني المدربين في هولندا ديال الهيفي وايت بداو تيقلالو كبروا في العمر كبروا في العمر واضح
يعني افضل واحد احسن واحد هو مايك، هو مايك نعم، حتى هو بدا ما بقاش يعني ما بقاش بحال شحال هذه. هي في الوجه ربما عاوتاني معقد معقد. دابا كنشوفوا حتى الابطال الكبار ديال اوروبا، شوف دابا تايسون فيوري يعني كان كي ما كانش المستوى ديالو بداك الشكل المطلوب، طور جا طور امريكا، المستوى. جا امريكا امريكا كيتريني مع الهيفي ويت، كيخدم مع مدربين اختصاصيين، يعني شوف كيفاش اوش ديونتي وايلدر في بلادو ودقدقو. اتفق معك، كنتمنوا هذا كنتمنوا هذه الرساله لما لا توصل للبدر هاري. حنا ما علاش لا ما نتمنى، نشوفوش، علاش ما نشوفوش ان شاء الله يمشي بريباري مثلا في الولايات المتحده؟ يجي لان شكون دابا غيكو في هوفن ديما كيجي هنا، ديما كيجي هنا كيسباري مع الهيفي ويت، يعني سبارين بارتنرز، عندك واحد الميزه، عندك بزاف ديال سبارين بارتنرز هيفي ويت. كاين مع من غتحك؟ كاين مع من؟ وانا ما نعرفش، ما عرفتش انا دابا البرنامج التدريبي ديال بدر هاري، ما يمكنش ليا نحكم، ولكن على ما كنظن كانوا واحد الاخطاء اللي ما كانش يديرها يعني. ولكن هذا هو اللعب يعني. شفنا بعض بعض التعاليق، يعني بعض التعاليق في فيديوهات سابقة، كاين بعض الناس تيقولوا على ما كرهناش الأستاذ حاتم يتريني رفقة بدر هاري، فبزاف ديال الناس قالوا لنا هذا. وانا والله ما كرهت، تكون كانت الامور مطلقه نمشي لهولندا ونعرف الخدمه ديالي، ولكن الى توصل بهذه الرساله مرحبا به. انا عندي العلاقات مع انديه كبار هنايا في اي وقت، يعني ما عنديش مشكل يجي عندنا احنا البدر راه هاري شفنا وما كل عنديش شيء يا استاذ، احنا الحمد عارفين لله. شنو يعني. يعني شي نهار ان شاء الله من الجيم ان شاء الله تقدر مثلا دير لنا شي بث مباشر، أكيد ولا إن باش شاء يزيدوا الله، الناس يتعرفوا ان شاء الله على الخدمة ديالك. علاش لا؟ إن شاء الله. الله، المهم هو اللي غادي ما يعني سأعيده وأكرره، يعني طالما حييت أن بدر هاري لازال في قمة العطاء، يعني ما كاينش ديك اعتزال ولا كذا، يعني خصو غير شي شويه ديال، شويه ديال الخدمه، شويه ديال يعني حتى شويه ديال الصرامه في التدريب. هذه رسالة للكارهين أو الحاقدين، الناس الذين لا علاقة لهم بهذه الرياضة وبالرياضة بصفة عامة، لأن الرياضة كلها أخلاق واحترام. عيب وعار، عيب وعار، نشوف يعني باش مع تكرهوا. الاسف أنا ديما فكاين بعض كنبارك تكرهوا الدخلاء الناس. في المشاكل كنلقاوها دائما مع بعض الدخلاء اللي ما عندهم حتى شي علاقه كما قلتي بالرياضه. شفنا أليستر أوفريم تيموتيفي أركاديوس جوسيك في غرفة الملابس، شنو تقدر تقول على هذه النقطة هذه؟ اوفريم هو عنده واحد، ضروري غيكون عنده واحد العقده من بدر هاري. بدر هاري راه حطمو، يعني تعدى تقريبا عليه هو اللي بكثير. حيد له ديك أسطو حلقتي، هو اللي وقف له داك الكارير ديالو. نعم، كنراك شفنا في كي 1 كيفاش كان حدثو داك الشيء، يعني كاين واحد الحساسيه بينهما. وبريم معروف انه يعني شويه الاخلاق، ماشي شي واحد يعني كيتمتع بديك الاخلاق العاليه، وهذه وبريم بوحدو حتى هو الا جينا نجبدو العيوب ديالو راه بزاف من سالف. هذا ما كان، وبريم كنا كنتمناو استاذ نشوفوا يعني امسيه نفرحوا فيها جميع، وكذلك كنا كنتمناو نشوفوا حتى الفوز ديال البطل الاخر اللي ما عطيناش حقه صراحه في دابا البث المباشر اللي هو جمال بن صديق، جمال ولكن بن مع صديق الاسف دابا شوف، هذه فرصة لجمال بن صديق وفرصة كذلك لبدر هاري باش يعاودوا يجمعوا الأوراق ويحاولوا ما أمكن يخدموا على ريوسهم، لأن يعني المغاربة فرصة ديالنا بكل صراحة معروفين أنهم كيتفلاو في التداري، هذه حقيقة كاين، ماشي كل شيء ولكن أغلبية. أغلبية، خصوصا الهيفي وايت. الهيفي وايت خصك تعطيه حقه، حنا شفنا هيفيويت حنا شفنا ضربة واحدة ممكن تنهي النزال. وكنا كنقولوها، يعني حنا تنقولوها، كنا راه شوف هيفيويت وزن المفاجأة، وشفنا المفاجأة كيفاش، يعني مو كانت كتجي، كانت غادية قريبة الفك ديال أركادينو، سبحان الله سبحان الله، ما لم كت تجد اه المكان، يعني اما كيسكيفي ولا بادر، ما اما المهم ما كتكملش. عاوتاني حتى لا شفنا أركادينو راه كان مخلوع بزاف، ما كان متردد، وكان غير هو كان ما خايف من كيخافش، من المباغتة. كيخاف هو كيخاف وما كيخافش، يعني هو عنده واحد الزعامه شي، يعني كيعرف فوقاش يزعم وكيعرف فوقاش. اللي جا هو تيتير اللي جاب الله، فهمتي، نقص ضرب
جرب كيغامر صراحة، كيغامر، كيغامر مع اني كنسميه كاميكازي، كاميكازي يعني هكا كان يعني منتحر، هو يعني شي بصافي حاجه كاين تاحر. شي حاجه كتجي كتصدق، فهمت؟ ايوا خير ان شاء الله. المهم كان هذه فرصه للاعبين باش هذه فرصة يتشافوا باش شويه. يريكيبيري ويزيد يصحح الأخطاء ديالو ويزيد يرتب الأوراق ديالو. إن شاء الله نشوفوه، لما لا نشوفوه في قادم النزالات يكون في أحسن مستوى. فكان وصلوا للنهاية ديال هذا البث المباشر اللي كان شيق صراحة معك أستاذ. فبالنسبة للإخوان المتابعين ديال القناة، غادي نخلي لكم الرابط ديال انستغرام ديال الاستاذ حاتم البختي نعم، مرحبا بكم. في الديسكريبشن او في صندوق الوصف، بغيتو تتواصلوا معاه يعني اي حاجه بغيتو تعرفوها على رياضه الكيك بوكسينغ، مرحبا، أي أسئلة يعني اي عندك سؤال مرحبا. مرحبا. كذلك اي سؤال اخر تقدروا تحطوه لنا في تعليق اسفل هذا الفيديو. الى هنا كنوصلوا للنهايه ديال هذا البث المباشر صراحة، اللي عرفنا فيه بزاف ديال الحوايج وعرفنا يعني تفاصيل ديال الأحداث اللي وقعت اليوم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى حياك الله، وبركاته. تحياتي أستاذ، تحياتي. بارك الله عليك.